يبدو أن إيران يعني تحاول القول بأن ما حصل هو حادث بسيط، تقلل وتحجم من تبعاته. تقول على لسان قائد الجيش الإيراني أن ما حصل هو تعامل من قبل الدفاعات الجوية الأرضية مع طائرات مسيرة صغيرة في سماء أصفهان. تشير المعلومات بأنها ثلاث مسيرات تم إسقاطها في شرق مدينة أصفهان، ويقول قائد الجيش الإيراني بأن إسرائيل تعرف تماما كيف يمكن أن تتعامل إيران مع أي مغامرة إسرائيلية، وقد شهدت ذلك خلال عملية الوعد الصادق يوم السبت الماضي. وسائل الإعلام الإيرانية تنقل صورا من مناطق مختلفة من إيران، من مدينة إصفهان، من مطارات مدن إيرانية مختلفة في العاصمة الإيرانية وفي إصفهان وفي مدن إيرانية أخرى. توضح هذه الصور بأن عملية أو المطارات تعمل بشكل طبيعي بعد أن كانت قد أغلقت نحو ساعتين فجر هذا اليوم بدءا من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر أن يستمر تعليق عملها حتى الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، ولكن لم تتوقف أكثر من ساعتين واستأنفت عملها بشكل طبيعي. أيضا هناك صور تنقل مباشرة الآن من محافظة سمنان التي يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منذ يوم أمس. سيكون له كلمة أمام حشد من المواطنين في إحدى مدن محافظة سمنان بعد قليل. كل هذه الصور التي تنقل عبر التلفزة الإيرانية ووسائل الإعلام الإيرانية الغرض منها التأكيد بأن الأجواء طبيعية بالكامل. وسائل الإعلام الإيرانية تصف ما حصل بأنه ألعاب نارية، وأنه أقل بكثير من أن يوصف بأنه رد إسرائيلي. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت صورا من محيط قاعدة شكاري للقوات الجوية في محافظة أو في مدينة إصفهان. تشير هذه الصور إلى أن الأوضاع طبيعية. وكالة دانجو الإيرانية المقربة من قوات التعبئة نقلت صورة لحفرة صغيرة لا تتعدى مساحتها بضعة سنتيمترات، قالت أنها هذا هو تأثير المسيرات التي أطلقت في سماء مدينة إصفهان. وأيضا كان هناك تغريدة لوزير الخارجية الإيرانية أشرت إليها سهام في سياق الأخبار، تزامنت مع كل هذا، مع كل هذه الأنباء عن هذه المسيرات التي لم تؤكد إيران مصدرها، لم يشر فيها على الإطلاق إلى هذه الأحداث، وجدد تحذير طهران لإسرائيل من أي مغامرة حسب تعبيره تجاه إيران وتجاه الأراضي الإيرانية. إيران يوم السبت الماضي أرادت سك معادلة جديدة في إطار عمليات الردع في وجه إسرائيل، وقالت على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني بأن أي استهداف إسرائيلي للمصالح الإيرانية للأراضي الإيرانية لمصالح إيران في المنطقة والعالم من قبل إسرائيل سيقابل برد إيراني مباشر. هذه المعادلة لم ترق للإسرائيليين بطبيعة الحال بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ووسائل الإعلام الإسرائيلية. إسرائيل تحاول الرد على هذه المعادلة وعدم القبول بها، ربما هي محاولة للعودة إلى حرب الظل وحرب الاستخبارات، خاصة أن أمانة سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكدت بأن ليس هناك هجوم من خارج الحدود على إيران وليس هناك من هجوم عابر للحدود. شكرا جزيلا لك حازم.